أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية بنجاحات مملكة البحرين في احتضان وتنظيم بطولة العالم للفورمولا 1 للعام 15 على التوالي وترسيخ مكانتها المرموقة كوجهة مثالية للسياحة والاستثمارات والإبداع الإنساني والتعايش الحضري في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله. ورفع سعادة الوزير أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك المفدى وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى جميع أبناء الشعب البحريني بمناسبة النجاحات المبهرة لسباقات الفورمولا 1 على حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط. وأكد الرميحي أن الفورمولا 1 هي قصة نجاح تتجدد سنويا منذ عام 2004 برؤية إبداعية سباقة ومتابعة دؤوبة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد أثمرت عن تحويل لؤلؤة الصحراء إلى صرح رياضي وعمراني متكامل عزز من مكانة البحرين الرائدة على الخارطة الرياضية والسياحية العالمية بما يدعم الرؤية الاقتصادية 2030 ويعكس وجهها الحضاري المشرق كمنصة عالمية مضيئة للسلام والتسامح. وأعرب عن اعتزازه بالتغطية الإعلامية الشاملة والمتنوعة للسباقات والأجواء الاحتفالية المصاحبة لها من داخل الحلبة من مهرجانات وفعاليات فنية وترفيهية وتجارية مثمنا جهود الكوادر الإعلامية الوطنية في إعداد وتقديم لقاءات إذاعية وتلفزيونية مع زوار الحلبة وتخصيص استوديو لإذاعة البحرين لنقل الأجواء من قلب الحدث إلى جانب تعاون الوزارة مع مركز الاتصال الوطني والمركز الإعلامي في الحلبة في تقديم التسهيلات الإعلامية والفنية لأكثر من 500 إعلامي وتمكينهم من تغطية هذا الحدث العالمي وإبرازه في مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية. وأكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن مملكة البحرين أثبتت للعالم أجمع جدارتها في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية الكبرى.